وفضيلة الشيخ وفقكم الله بقول المؤلف رحمه الله: إن القرآن يعود إلى الله حكماً، ما معنى حكماً؟ نعم، يعود إليه بحكمه سبحانه وتعالى وتقديره، لأن الله أخبر أنه يرفع، الرسول أخبر أنه يرفع إليه في آخر الزمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رفع القرآن في آخر الزمان بين منه بدأ، يقول؟ يقول منه بدأ وإليه يعود حكما، منه بدأ حقيقة الله تكلم به وإليه يعود حكما في آخر الزمان، يعني يرفع. نعم.